وصلاح قابيل في القاتل هو في اوضتك. قلت اطلع اطمن عليكي. خير يا بابا، اصلي بكتب جواب لحلمي. انت لسه جاي؟ خدتني الطاولة وانا نازل غلب في كل الشلة، فجأة كده بقت الساعة 10، جيت جاري جوه الحنطور اللي جابني هنا. صحتك يا بابا صحتك. خلاص مش هتأخر تاني يا ستي، انا اللي جبته لنفسي كان لازم اطلع لك. اسكتي، مش البوليس مال البلد والدنيا مقلوبة عند الساقية المهجورة؟ عند الساقية المهجورة؟ ليه؟ ليه يا بابا؟ قال ايه؟ لقوا جثة قتيل مرمية في الساقية. ضعنا ضعنا كلنا. امسكي نفسك يا سهام، هتقعي من طولك. مالك يا سهام؟ مالك يا بنتي؟ مفيش يا بابا مفيش. عرفوا جثة مين؟ بيقولوا لسه، لكن مش هم يعرفوا. ربنا يستر يا بابا ربنا يستر. الله، انت خايفة اللي يطلع لك عفريتي القتيل؟ ممكن تغير السيرة دي يا بابا. ده ما كنا كويسين. قلبتي زي موج البحر ليه؟ لان حضرتك بتتعمد تخالف كل تعليمات الدكتور. من النهاردة مفيش خروج من الفيلا، لازم تستريح وما تخرجش لا ليل ولا نهار. قلنا نجيب دكتور يكشف عليك، وقلت اطلعوا من البلد. تصبحوا على خير. يا زينات زينات عيون زينات يا هانم. نعم يا ليلى كحلي، مالك يا ست هانم؟ يا خرابي انت بتترعشي كده ليه؟ قوليني شويه كولونيا يا زينات، مش قادره اخد نفسي. حاضر حاضر، اتفضلي يا ست هانم اتفضلي. ايه اللي حصل يا بنت الناس؟ ده انا سايباكي زي الفل. لقوا الجثه يا زينات. الله، طب ما هم ضروري هيلاقوها يا ست هانم. لا لا امال، لازم تمسكي اعصابك، ولا هنعمل زي اللي على راسه بطحة يحسس عليها. خايفه يا زينات، خايفة على بابا اللي يعرفوا انه هو اللي قاتل ويسجنوه. خايفة على رشا والصدمة اللي هتحصل لها لما تعرف ان مراد اتقتل. خايفة من الفضيحة بين الناس لما تعرف الحقيقة. حلمي مش هيستحمل الصدمة وهو في الغربة يا زينات. خليها على الله يا ست سهام، المكتوب لازم تشوفه العين. لا مؤاخذة، قلت الحقك في البيت قبل ما تخرج. وانا والبيت تحت امرك يا مرجوشي بيه. شكلك كده لسه ما قريتش جرانين النهارده. لا والله لسه. جبتها لك معايا، فيها خبر يهمك قوي. خد ودار. ايه يعني ايه؟ جريمه عاديه بينشروا زيها كل يوم. الجثه اللي هو في القناطر واوصفها اوصاف مراد. عادية برضو. الخبر بيقول لسه معرفوش جثة مين. ايه هتنجم حضرتك وتقول جثة مراد؟ بالراحة مال، ما تغلطش. مكتوب قدامك اهو، اللي اشتبه في الاوصاف يروح يتعرف على الجثة. محسوبك ناوي يروح. قلت ايه؟ قلت ايه في ايه؟ لو طلع مراد هيدوروا على اللي قتله، وانت عارف بقى انا اقدر ادلهم عليه. ادخل في الموضوع يا مرجوشي. نعم. ما تستعجلش، هنتكلم مع بعض كتير، بس نتأكد الأول إنها جثة مراد. زي ما بيقولوا المجرم بيحوم حوالين مكان جريمته. انا لسه جايه من عند النيابه. حد يعمل كده يا ست هانم؟ قال يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش. سمعت ان واحد اتقدم وتعرف على الجثه وحدد انها جثه مراد. شويه ولمحت الراجل اللي اسمه المرجوش خارج من المركز. اكيد هو اللي اتعرف على الجثه. المرجوش يعرف كل حاجه عن علاقه رشا بيه. هيجرجرها في التحقيق يا زينات، على الاقل علشان ينتقم من طردنا ليه من البيت. بفكر اقابل المرجوش يا زينات. اوعي يا ست هانم اوعي، لو رحتي له هتمسكيه سلاح عليكي، ده مجرم ما يرحمكيش. مش عايزه رشا تعرف باكتشاف الجثه. لازم اتصرف يا زينات. جرانين بكره تخفي اطرها. ها حاضر. 100% هينشروا فيها تفاصيل التعرف على الجثه. ارجوك ارجوك يا زينات، رشا ما تقراهمش. المرجوشي، المرجوش في ايده كل خيوط القضيه يا رجاء. ما يهمكش منه يا حمدي، خليه يقدم الاعتراف. انا من زمان مستعده للحظه دي. مش ده الحل يا رجاء، مش ده التصرف السليم. المرجوش شكله عايز يساومني على حاجه جديده في مقابل سكاته، وانا رايح له. بلاش يا حمدي بلاش، عشان خاطري بلاش يورطك في جريمه جديده. لا، الوقت مش في مصلحتنا يا رجاء.
المواجهه بيني وبينه لازم تحصل قبل ما يطيش ويغرقنا. انا مستعد انفذ له اي حاجه هو هيطلبها. صدقني يا حمدي المرجوشي مش هيقدم الاعتراف لانه محتاج لك. ما تورلوش انك خايف منه عشان خاطري، عشان خاطري ما توافقش على المساومه، عشان خاطري ما توافقش على المساومه اللي هيعملها لك. انا مش هختار يا رجاء، انا حوافق. حوافق انا ما وافقتش ابقى بعلق بايديا حبل المشنقه في رقبتي. رجليها يا زناه، ده كله يا رب. يا ساتر احنا ما نستاهلش المصايب دي. يا ساتر يا رب. مش قايله لك بلاش تقرا الجرانيل يا ست هانم؟ ورحمه امي خافتهم في سبع ارض، انا عارفه لقتهم ازاي. رشا 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 ردي عليا يا حبيبتي. انا ماما يا رشا. بتفتح عينيها يا زناه، بتفتح عينيها. ست رشا طبعا طبعا قريتي الخبر يا ماما، استريحتي خلاص. مراد اتقتل، هتخافي من ايه تاني؟ فرقنا الموت يا ماما، مش دي كانت امنيتك؟ اتحققت خلاص. يا خساره يا خساره يا مراد، يا خساره يا حبيبي. ارحمي نفسك يا بنتي وارحميني يا حبيبتي. يا رب. حتى وهو ميت بيفتروا عليه، بيتهموا انه كان عضو في عصابه. الكذابين الكذابين، اشمعنى ما قالوش كده الا بعد موته؟ بيكرهوه بيكرهوا كلهم عشان هو احسن منه. خد الدواء ده يا حبيبتي، خد الدواء ده يا رشا، ده مهدئ للاعصاب. خدي. انا اعصابي مش هتهدى الا لما اعرف مين اللي قتل وانتقم منه. انا هاخد بتار مرادي ماما، لازم اخد بتاره. انا هسلم اللي قتله للبوليس. سعاده وكيل النيابه مستني حضرتك يا سياده النقيب. اتفضل اتفضل ادخل. صباح الخير. تعال يا صفوت، جيت في وقتك. وصلت لحد فين في تحرياتك؟ يظهر انها هتكون قضيه متعبه يا فندم. القتيل لسوء سلوكه له اعداء كتير. اقبض على المشتبه فيهم كلهم. دي سكه يا فندم، في سكه تانية نشوفها. اذا كانت جديره بالتفكير نمشي وراها. انا بستاذن سيادتك ناجل الكلام فيها شويه. المهم توصل لنتيجه. حوصل يا فندم، اوعدك اني حوصل نتيجة. حلو، تعجبني يا باش مهندس. انا احب الراجل الجاهز. طلباتك يا مرجوشي، انا تحت امرك. مش طلبوني علشان اشهد قدام النيابة؟ شوف انا مش محتاج تفكرني بالاعتراف مرجوشي. انا مش محتاج انك تهددني بتقديمه. انا جاي لك بنفسي وحنفذ كل اللي انت تؤمر بيه. العفو يا باش مهندس، معاش اللي امورك. خدمة صغننة قوي وبرضو بالحساب. شايف الجدعنة؟ كنت اقدر اطلبها ببلاش. انا تعبان يا مرجوشي ومش حمل لف ودوران. خش في الموضوع، عايز تقول ايه؟ اللي خلاك ترسم العشرة جنيه زي القشاط، شوف انت بقى ترسم الخمسة جنيه ازاي. مرجوشي بلاش طمع وكفاية تهليب من العشرة جنيه. احنا ممكن ننكشف ونروح كلنا في 60 داهية. المرجوشي ما ينكشفش ابدا يا باش مهندس. مصيبة لكون مش موافق. موافق يا مرجوشي، موافق بس بشرط. اسلمك الاعتراف. لسه ورور ريشك اخضر. كفاية لعب باعصاب يا مرجوشي، هتسلمنا الاعتراف هتستلم الرسم. انا كنت عارف انك هتوافق. رتبت خدمك خدمة العمر، هخلص لك قضية مراد يا باش مهندس. بس ياك نعجب قلش حدام الإنسانية يا بيه. ادخل يا دي عبدو. قولي. نعم. مين قتل مراد قلش؟ عرفان يا سعادة البنيابة، عرفان مجرم عتائي وكان عايز يقتل مراد قبل كده لولا حوشته. مين قتل مراد يا عبدو؟ علم علمك يا نيابة، لاجل الحق من اسبوع جدع صعيد اسمه عرفان جه اللوكاندا وهدده بالقتل قدام عناية يا بيه. طب هونا بقى منك له. قلت ايه يا باش مهندس؟ قلت ابليس لازم ياخد درس خصوصي على ايديك يا مرجوشي.
مش علي انا الحركات دي يا مرجوشي، انا عارفك كويس. المرحوم كان صاحبه سعدت بيه، معاشرنا على الخير والشر سنين، ولا لاخوات الشقه صعبان عليها بيه، صعبان عليها فراقه. لو ما بطلتش تمثيل حقبض عليه. عايز تشهد بايه؟ اخر ليله شفت فيها مراد قال لي انه خايف من جدع اسمه عرفان قطره وعايز يحتك بيه. لسه ما خلصش كلام طب عرفان هوب مسك فيه وعايز يموته. سلكتهم من بعض، مش يهمد بقى، خرج وهو بيهدده بالقتل. ولما انت عارف بالتهديد ده ما بلغتش ليه اول ما اختفى؟ كنت فاهم الدنيا لسه بخير يا بيه. ما عادش امان يا ناس، ما عادش امان يا عالم، ما صدقتش انه حيقتله. انت قررت خلاص ان عرفان اللي قتله؟ يا بيه في شهود على كلامي، واحد صاحبنا اسمه قلش وفراش اللوكان ده عبده. استدعيهم يا مصطفى فندي. جايبهم في ايديا يا سعاده البيه. قريتي قرار الاتهام اللي اصدرته النيابه يا ماما؟ قريته يا حبيبتي، الحمد لله انهم وصلوا للقاتل علشان اعصابك تهدى شويه. مش عرفان اللي قتل مراد يا ماما؟ مش عرفان؟ ايوه يا ماما، اللي قتل مراد انا عارفاه، وانتي كمان عارفاه كويس. غدا القاتل هو الحب. بطولة سميرة عبد العزيز، ليلى فهمي، محمد وفيق، بالاشتراك مع منى جبر. القاتل هو الحب حلقات مسلسلة كتبها للإذاعة عصام الجنبلاطي، إخراج فاروق لطيف.